على كل حال نروح تاني ونرجع مرة تانية لليفربول، ولسه كنت بتكلم في النقطة دي مع أستاذة منى عمر في المداخلة، وفكرة هنا الحديث اللي دار، وده خبر على فكرة لسه ما بقالوش تقريبا 10 ساعات تحديدا أو حاجة، انتشر في الصحف بشكل كبير جدا، وتقارير صحفية إنجليزية اتكلمت عن فكرة هنا عرض نادي ليفربول للبيع بس بشكل كامل، هو ده اللي اتقال بعد هنا تغيير موقف الملاك. الملاك يعني كان زمان حاجة، أو كان وجهة نظرهم في هذا الموضوع حاجة، وبعد كده اختلفوا شوية أو تغيروا رأيهم، وأوضحت التقارير تحديدا أن الملاك هنا ملاك النادي قرروا عرض النادي للبيع، وده عكس موقفهم زي ما كنت بقول الفترة اللي فاتت. طيب هل هم مستعدين لسماع العروض؟ آه هم أكدوا أن هم مستعدين لسماع العروض المقدمة، وكمان في سياق متصل كانت المجموعة المالكة للنادي أصدرت بيان رسمي كان نصه كالتالي كده بالظبط: كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في الملكية وشائعات عن تغييرات في الملكية بأندية وبريميوم ليج. وأضاف كمان البيان: تلقت المجموعة بشكل متكرر يعني إبداء الاهتمام من طرف ثالث يسعى أو يسعى إلى أن يصبح مساهم في ليفربول، وسننتظر من المساهمين الجدد إذا كان ذلك في مصلحة النادي. فده الكلام، ده البيان، لكن لسه احنا بنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل، هل ده هيحصل بشكل كامل ولا لا، يعني هيكون في مساهمين جديد او ملاك جديد او لا يا كريم، هيبان الفتره اللي جايه. لكن اللي يهمنا مش هو ده خالص، اللي يهمنا النقطه اللي انا استاذه منى وكريم اتكلمنا فيها، وهي فكره ان هل تغيير الملكيه او فكره هنا الاداره بيؤثر على النادي ولا لا. اكيد بطبيعه الحال هيؤثر، لان الاستقرار في اي نادي ده بيبقى شيء مهم جدا، وبيبقى فيه رسائل كمان للعيبه، فاكيد ده هياثر كمان على الاداء كريم ده.